اليوم معنا الضيفة والمربية كفا ثابت كنعان. هي بدأت بنسج حكايتها من ذكرى استشهاد ابنها لتسطر روايتها الأولى واللي كانت بعنوان المجد وكفا عام 2018، وتابعت اليوم كمان حكايتها بعام 2021 لتصدر كتابها يوم كي ليس كباقي الأيام. حنكون بتفاصيل أكثر عن هاي الأم وعن الأم السورية المعطاءة بأغلى شيء عندها. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا فيكم. الله يسلمكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. حضرتك متطوعة وأيضا كاتبة ومعلمة وأم، خلينا نتعرف أكثر عن حضرتك. قبل البداية أتوجه بالرحمة، كل الرحمة لأرواح شهداء الوطن جميعا، والشفاء العاجل للجرحى، والسلامة لأبنائنا المخطوفين، وتحية للزنود السمر القابضة على الزناد وتحمي كل بقعة من أرض سوريا. كفا كنعان متزوجة ولدي 3 أولاد، ولد البكر بمجد الشهيد وميس وأحمد. أعمل حاصلة على إجازة في التربية الجامعية. خبرتينا مدرسة صار لك 30 عام. نعم. 34. 34 ما في إجازات خلال أبدا، ولا يوم أخذنا ولا إجازة أو انقطعنا سوى عنه. إجازات الأمومة فقط ولا تمديد، يعني خلصت الأمومة بدأت العمل، لأني بقدس العمل طول عمري. عضو مشارك في اتحاد صحفيين العرب، ناشطة في العمل الاجتماعي الإنساني التطوعي والأعمال الثقافية والأدبية والاجتماعية على امتداد ساحة في اللاذقية. عضو تجمع سيدات سوريا الخير، وعضو فخري لجميع التجمعات في اللاذقية والمنتديات الأدبية والثقافية. اليوم عم نحكي عن عنوان كتاب بيحمل اسمك واسم ابنك الشهيد، بيحمل بين طياته حكايات ألم كتير كبيرة، حكايات عز كمان كتير كبيرة. خلينا نحكي عن هذا الكتاب وكيف بلشتي فيه. دائما احنا بنقول الإبداع بيولد من الألم بمعظم الحالات. المجد وكفى هو كتاب وطن صغير في قلب وطن كبير. صحيح. طبعا من بداية الحرب على سوريا ونحن نسينا أنه نحن أم لأطفال بقدر ما أنك تحمي الأم الأكبر اللي هي سوريا. فبعد العمل والسعي لمدة أكثر من 7 سنوات، فحبيت أنه هذا العمل اللي عم أعمله لازم يتوثق في كتاب سميته كتاب المجد وكفى. هذا الكتاب لن أكتبه فقط لأخلد مشاعري تجاه أغلى ما أملك في الكون فقط، وإنما لأخلد فكرة عظيمة هي فكرة الشهادة وعظمتها وقيمة التضحية في سبيل الوطن. وأيضا هي رسالة لأمهات الشهداء أن شهادة أبنائهن هي شرف لا يعلوه شرف، لأن هذه الشهادة هي الدعامة لبناء هذا الوطن، ولكي لا تنسى الأجيال على مر العصور من كان السبب في بقائنا في هذا الأمن والأمان. وأيضا هي تخليدا لذكراه العطرة وذكرى مجد الشهيد. عندما أقول ذكرى مجد الشهيد هي ذكرى كل شهيد، وعندما أقول أم الشهيد مجد أنا أقول بلسان كل أم شهيد، لأنها تحمل نفس الألم ونفس المشاعر ونفس الفخر. كل رحمة أكيد لروح كل شهداء سوريا. هذا الكتاب الأول لحضرتك. نعم. التجربة الأولى لحضرتك. خلينا نحكي أكثر اليوم الرسائل اللي حبيت توصليها، هي قصة نسجتيها، هي نثر، خلينا نحكي أكثر عن مضمون الكتاب الأول إليك. مضمون الكتاب يتضمن ولادة المجد من المهد إلى اللحد. رح تسمحي لي رح أعطي فكرة عن مجد الشهيد. الشهيد الشهداء كلهم تحسين إذا بتعطي صفة لشهيد بتكون على تنطبق على الجميع. مجد منذ ولادته هو إنسان غير عادي، مبتكر، خلاق للأفكار. يعني كان عمره 3 سنين وقت اللي هو أنه حس أنه هو بده يتعلم كتير، فهو التحق بدار الألسن للغات من 3 سنين حتى نهايته بين الجامعة. يجيد اللغة الإنجليزية كما نجيد نحن اللغة العربية. بمعهد إيجار تحصل على دورات الكمبيوتر بجميع مراحله. بيكتب قصص، بيكتب شعر،
الرياضة، جميع ما تحلم به الأم أن يكون في ابنها هو كان متوفر فيها. شهيدنا كثير من الأمهات بيذكروا نفس، بيقولوا أنا ابني كان عنده شيء مميز عن غيره. بتحسي مبدع باتجاهات كثير. الأم بتحب كل أولادها، اليوم ما بتفرق الأم بين أي حدا، طفل بالتاني، ولكن دائما بتخص حدا أنه في عنده جانب مميز يعني. تماما تذكروا بالأيام. خلينا نحكي عن مجد، نحن استعرضنا صورته الله يرحم روحه أكيد، كيف استشهد وحكي لنا تفاصيل أكثر. رح أحكي لك تفاصيل أكبر. مجد الشهيد طبعا هو خلص جامعته، وعلى أساس نحن متفقين أنه بس يخلص جامعة يلتحق بجامعة خاصة بترجمة كونه يجيد اللغة الإنجليزية وبطلاقة. ففي اندلعت الحرب على سوريا، فهو تشوفي على طول متوتر، عيونه على التلفزيون في مواكب الشهداء نروح سوا، على طول متوتر. ل تم تبليغه انه بالالتحاق بالجيش، فهو بيتصل فيني بيقول لي انه باركي لي. فانا توقعت هيك شيء، قال لي انا جاني تبليغ على الجيش. فانا يعني كاي ام بتحافظ على ابنها، قلت له ماما اللي بيحافظ اللي بيحارب بالقلم بقلمه وبيحمي وطنه كانه حارب بالسلاح. جبها الى ناسا، فقال لا هلا سوريا ما هو وقت القلم، هلا سوريا وقت البندقية. وابني من أوائل اللي استشهدوا في الحرب ب 2012 في كلية المشاة. وطبعا لا حتك بالصورة مجد، تحاصرت كلية المشاة ولا نستطيع الحصول على جسمانه. فأنا إيماني بعظمة الشهادة وقيمة الشهيد وقيمة ما قدمه مجد لن أتعلق فقط بأنه جسماني يجيني إلى مجد. فانطلقت أنا كملت المسيرة اللي رسمتها أنا وياه، اللي كنت أشتغله أنا وياه. فأنا انطلقت على عملي بزيارة ذوي الشهداء والجرحى وخفف ألم عن الناس. أكيد ذكرى مجد باقية بجهود أم عظيمة مثلك، ودائما ذكرى الشهيدة عطرة وبتبقى لكل الأجيال. حكينا عن كتابك الأول. نعم، هذا الكتاب الثاني 2018. نعم، الكتاب الثاني هو يوم ليس كباقي الأيام، أصدرتي بال 2021. بعد مسيرة عمل وجهد وهي 7 سنوات لم نترك جبهة ولم نترك عائلة شهيد ولا إلا اللي نزورهم، وهذا جزء من رد الجميل لإلهم. فتيسرت الأمور وكنت أحد أعضاء مجلس محافظة اللي رايحين على حلب، فكان طلبي أني زور رفات مجد وأتوجه لهم بالتحية من هون لتضافر الجهود جميعا، لأنه يتيسر أمري بإني زور كلية المشاة وأتيمم بطهر التراب الذي ضم جسمان مجد ورفاقه. زرتي المكان؟ نعم. كيف كان الشعور والإحساس؟ الشعور والإحساس هو يوم كان ليس كباقي الأيام. يمكن هذا اليوم كان عند أمهات كثير، ليس كباقي الأحلام، إنك أنت تزوري التراب اللي دعس عليه مجد ورفقاته، تزوري المكان اللي استشهد فيه مجد ورفع شارة النصر، تشوفي تسمعي من القاضي ومن زملاء مجد بطولة مجد. فهذه الرحلة القاسية والمؤلمة والمحزنة والمدعاة للفخر تستحق. أحسست أني لازم وثقة في كتاب يوم ليس كباقي الأيام اللي هي بين إيدين حضرتك. وهاي المشكورة هنا أتوجه بالشكر لوزارة الثقافة التي متمثلة بالدكتورة لبانة مشوح اللي تبنت هذا العمل وتم تحويله إلى مؤسسة السينما للأستاذ مراد شاهين لكي يكون فيلم توثيقي بعنوان الأم السورية شمس لا تغيب. تم تصويره في حلب منذ شهر ونصف، وهو هو الآن قيد المونتاج، وسنحضر الافتتاح قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم ذكرتي تفاصيل كتير بحياة مجد، يعني هو من اسمه أخذ النصيب الأكبر بحياته مجد. يعني اليوم رحتي للعمل التطوعي، في شيء في هدف حملتي وفي إحساس دخلتي فيه على بيوت مكان الشهداء والجرحى، في رسالة
هاي الرسالة نابعة أكيد من الألم اللي أنت عشتي واللحظات، وخاصة أنت مثل ما ذكرتي أنه اليوم ما في جثمان، ما في نحن اليوم، ولو كان هو الشيء أنه خلينا نقول تقليدي أنك اليوم أنت تقدري تزوري أو تقدري مثلا تشوفي مثلا هو بأي مكان، ولكن حملتي هاي الرسالة. خلينا نحكي عن رسالتك، عن دخولك وقت بتشوفي جريح، وقت بتشوفي أم شهيد. طبعا في البداية كنت أحمل طموحات وأحلام لأبنائي. إيمت بلشتي؟ بعد الاستشهاد؟ في البداية كنت أنا ومجد من اندلاع الحرب على سوريا، كنت موجودة أنا ومجد في الميدان، عملوا هو ورفقاته لجان شعبية في الطرقات، كانت الحرب صعبة كتير في البداية. فكنا أنا ومجد في المسيرات الشعبية، كنا نزور ذوي الشهداء والجرحى والحواجز الساخنة، ناخذ لهم، لأنه ما في حدا كان يقدر يوصل ما في أم تقدر توصل لأبناء إن كان من غير محافظة، فنحن كنا نزورهم. وهذا الحلم بعد استشهاد مجد أكملت الرسالة، يمكن زادت تماما. كيف أكملت الرسالة؟ بقيت على نفس المنوال إلى أن تشرفت بدعوة كريمة من السيدة الأولى سيدة الياسمين مع مجموعة من أمهات الشهداء، كي لن أقول لتواسينا بأبنائنا بل المدعاة للفخر. وهناك كان في استقبالنا سيدات سوريا الخير، واللواتي يحملن من الخير ما يكفي. تناقشنا فيما تتضمنه عمل المجموعة، فالمجموعة يتضمن عملها هو زيارة ذوي الشهداء والجرحى والمهجرين، وما نستطيع تقديمه من الأمور المادية والمعنوية. تشرفت بالانضمام إلى هذه المجموعة، لأن ما تقوم به المجموعة هي ما كنت أقوم به بمفردي. فالعمل مع الجماعة مثمر، ويد الله مع الجماعة. فالأعمال اللي بالأعمال التطوعية هي طبعا أنا بكتب بالصحافي أن نحن لنا زاوية خاصة في جريدة الوحدة الرسمية تحت عنوان سواعد الضياء لمدة 8 سنوات، نوثق في هذا العدد بطولة جريح. طبعا بعمره ما رضينا نكرم جريح نجيبه لعنا أو إلا زيارته في وتكريم بأنك أنت زرتي في الريف، مهما كانت الضيعة بعيدة نحن نروح نشوف متطلباته شو عنده ونسجل هذه البطولات، وأيضا زيارة ذوي الشهداء. وصار همي الوحيد انه اشوف الناس معي عم تمسح دمعة المحزونين، وناس كتير من اللي بيملكوا الانسانية يخففوا الالم عن ذوي الشهداء وعن الجرحى، لان هذا كله هو جزء من رد الجميل، رد الوفا بالوفا اليوم ابنائهم. اكيد تماما. اكيد التحية اليوم لكل السيدات السوريات المعطاءات وين ما كانوا، يلي مثل حضرتك يمكن عم يكفوا رسالة ابنهم، زوجهم، أخهم. معروف عن المرأة السورية أنه إرادتها من حديد وأكثر من هيك، ودائما مستمرة برحلة عطاء. استوقفني عنوان بكتابك يوم ليس كباقي الأيام، كلمات في الحب، عم تقدمي فيه رسائل بالحب. خلينا هيك ممكن نسمع هنا في فصول، في فصل كلمات في الحب هنا مجد اللي كتب. اختاري شيء انت نسمع هيك بلامس روحك، حابين نسمع شيء منك. اليوم شو وضع باقي الشباب عندك؟ عندي بنتي مخلصة أدب فرنسي وأيضا في مجال الإعلام، متزوجة وعندها بنتين، وأحمد خريج جامعة وأيضا العمل، وهن معي كمان بالعمل التطوعي اللي بقوم فيه على طول. شو درك لهم مجد من ذكريات؟ مجد شو درك لهم تفاصيل؟ مجد ترك يعني من الذكريات لو بقيت العمر كله أحكي عنها ما بخلق. حتى بتحسي أنه بتخلق تفاصيل، ذكريات بتكون غايبة بترجعي بذاكرتك لهدول التفاصيل بحياته، يعني كان مجد أو غيره من الشهداء. يعني كل أم بتقلك أنا
بالسنة الفلانية بتكون نسياني هاي الذكرى، بترجع لذاكرتها. مجد كان عنده صفحة على الفيسبوك انه قال لي ما بتفتحوها ولا حتى يجي. ف يعني عم يكتب يعني انه وقت راح كان عمره 19 سنة. ف انه بتحسي انه رجل عظيم اكبر من عمره بكثير. يعني بصماته وكأن مجد خلق ليكون شهيد، أتى ليقدم رسالة ويذهب من حيث أتى بالارتقاء إلى السماء. فعلا كان ملاك. يعني إذا بقول لك أنا بعمري ما سمعت مجد عم يعصب، بعمري ما شفته متأخر على واجب، حتى كان إنه مثلا الشباب بهالأيام كتير بيحبوا إنه هو لا مثلا إنه في شهداء، إنه أنا كان صاحب مسؤولية وأخلاق جداً. إضافة لأنه هو منه محتاج لكن يحب يعتمد على نفسه أيضا في العمل. كمان كاتب هو ويجيد التمثيل. يعني متميز أبدا، متميز بكل ما تحمله الكلمة. الكلمات هي بدك تقريها هلأ مجد كتبها؟ هلأ في فصل كامل لمجد شو كتب. أنا بقرأ لكم هلأ، بس هي أنا اخترتها أنه من وجود أنا حضور الطاغي روحا وجسدا متواجد. فهي هل حضورك في وجودك أقوى أم حضورك في غيابك؟ أيهما الأقوى؟ كلما أشرقت ذكراك في خاطري راودني سؤال أجهل إجابته، هل حضورك أقوى أثرا في وجودك أم في غيابك؟ أعود بذاكرتي لأيام كنا معا فينبض قلبي وتغمرني مشاعر أقوى مني، فهي عالقة بالذاكرة وأتذكر وجهك الحسن المضيء وكأن الشمس قد أمدته بنورها حيثما وجدت. أتذكر إحساسي إذ تلتقي عيناك بعيني وكأن جمال الكون اختصرته في نظرك. يكون المكان خاويا، تقترب أنت فيزدحم المكان وكأن العالم كله قد اقترب، وفي عز الازدحام تغيب أنت فتغيب الدنيا. ولا حضور لأحد في غيابك، في حضورك لا حاجة لوجود أحد، لكنك قررت أيها العزيز الغالي أن تغيب عني وأطلت في غيابك، تركتك مكانا حاضرا في قلبي فوجودك قائم بين الدم والشرايين، حاضر في روحي يلازمني مثلها، فكيف لي أن أجيب عن سؤالي لكنني أظنه أنه في غيابك أكثر. بارك الله، فأنت في جنان الخلد تنعم وأنت حاضر أبد الدهر في فكري وبشتاني. قد ايه هدول الكلمات والكتابات فرغت عندك شحنات كثير كبيره من الحزن؟ يمكن وقت اللي نحن بنمسك اي حدا فينا اليوم ورقه وقلم ممكن هيك نخفف، ما رح نلغي نحن اليوم هذا الوجع بقلوبنا، بس بنخفف شوي بنوصل رسالتنا. احيانا بنقول انه انا ما بدي حدا يسمعني، بدي ألمي. لو والحزن مع النفس احسن للام، لانه انت مانك بقى مسؤوله عن نفسك، عندك عائله، عندك ابناء، عندك مجتمع. انت صارت رسالتك اكبر بكثير، انت بدك تخففي الم على المحزونين، فانت بدك تروحي مزوده بطاقه ايجابيه. فالحزن على مجد باقي مع ذاتي. فعن مجد ايضا هو له كلمات، ايضا هو له فصل كامل عن كلمات في الحب في من مذكرات الشهيد البطل مجد. كان عنده هواية بالكتابة. بالكتابة عنده كثير. خلينا نقرأ ولو هيك بشكل سريع ولو هلأ الكلمات حتضل عايشة يعني رغم الرحيل. هلأ ما تفاصيل وذكريات. بالختام نوجه هيك رسالة لكل سيدة سورية، لكل حدا اليوم. هو هاي إلى أمي في يوم ميلادي. هو كتبها في ميلاد عيد ميلاد الأم. فكتب هو: تنتظر الأم مولودها الأول بكل لهفة واشتياق، أما جنينك يا أمي فقد كان يبادلك الانتظار، والآن وبعدما مرت السنون وغدا شابا فقد بات يتساءل هو، يسأل نفسه: تا
تراها أي نوع من البشر هي أمي، وكيف تحمل بداخلها كل هذا الحب والحنان. آه ما أجمل العالم لو كان بدفئها وحنانها وسلامها. وكما تشكرين الله الذي وهبك الأمومة وهي أجمل شيء في الحياة، كذلك أنا أشكره سبحانه وتعالى لأن الدم الذي يجري في عروقي هو دمك، والروح التي تسكن جسدي هي بعض من روحك، وسيبقى قلبي ينبض في قلبك وسيشعر بأحاسيسك مثلما تشعرين، سيشعر بك حين تغضبين وحين تفرحين، وسيبقى فخورا بك. هلا هو فخور فيكي وفخور بكل شيء عم تقدميه، وفخور باستمراريتك برسالتك لليوم. يوم رب العالمين اخذ وعطانا الصبر بكل الاشخاص اللي فقدناهم، يعني كان في رساله الهيه وكان في صبر الهي على الامهات، يعني وخاصه امهات الشهداء. بدنا نقول لك الله يرحم روحه لمجد وارواح جميع الشهداء اليوم. بنتمنى لك الصحة والصبر والعافية، ونشوفك دائما هيك بعناوين جديدة. اليوم هي الذكرى لازم تكون ذكرى فرح، ذكرى فخر بحياتك. بالنسبة لمجد، أي كلمة اليوم بدنا نكتبها على مجد مفروض تكون اليوم كتفاصيل فرح واعتزاز بالشيء اللي قدمه. بصدق من يموت يرحل على طول، قل إنه أنا خسرت أخي فقدت. أما مجد، أما الشهيد أبداً. ذكراه باقية دائماً اليوم بوجود أم عظيمة اليوم مثلك. بذكرى اليوم أو بوجود إخواته اللي أكيد بدهم يكفوا المسيرة. اليوم نحن سعيدين جداً بوجودك معنا، ومن خلالك أكيد بدنا نوجه تحية لكل سيدة سورية معطاءة مقاومة اليوم صبرت على كل ظروفها. نورتي صباحنا لليوم. صباح شكرا لك، وسلاماتنا لكل أهلينا بلاد الأم والمربية كفى ثابت كنعان. شكرا لحضرتك. وهذا الفيلم التوثيقي حنكون موجودين. حنكون موجودين، وهو هو تذكرة فخر. ناطرين دعوة إن شاء الله. شكرا لحضورك. شكرا لحضوركم. شكرا لك.